السلامة. وصفتنا إن شاء الله اليوم لبراش أو الملة، وصفة سهلة وسريعة ما تتحقش برشا مكونات. باش يكون المكونات هما 3 كيلة سميد متوسط، كيلة زبدة وزيت زيتون مع بعضها، كيلة ماء مخلط بشوية ماء زهر ورشة ملح. للحشو تمر معجون وقرفة. نجمو تفوحوها زادة بشوش الورد بالعود العجينة متاع التمر. وبالنسبة للخليط نجمو تحطوا فيه مغرفة السكر ما أكثرش. المراحل باش يكونوا سهلين إن شاء الله ناخدوا صحفة كبيرة نحطوا فيها 3 كيلات السميد ونحطوا فيها كيلة الزبدة والزيت ونبسبسوا العجينة متاعنا مليح. كل مع بعض وماء زهر وماء قرنفيلة باش ما تخلطوش الخليط شويه. العجينه ما تستحقش برشا عجنات، دوبا ما نشمخوها نخليوها ترتاح اموها نص ساعه. تحبوا تخدموا بها ديريكت ميسال بزاف. خليط التمر حطيت عليه القرفه وشوش الورد والعود ملحيين وعجنتهم مع بعض. زدت طريته بشويه ماء دافي وزيت زيتونه. اللي تحبوا الموجود تطرحوا كل كرة وحدها بلاتو في على البابي وتحطوا طبقة متاع السميد ومن بعد طبقة الفرينة ومن بعد طبقة الأخرى متاع السميد كما تشوفوا. من بعد تحطوا لبراج متاعكم. نسقموهم مليح نستويوهم ونحطوهم في الطاوة الموجود طاوة فخار سيراميك اللي تحبوا. لهنا حطيت أكثر من معون باش نطيب كيسة من الكوتشيز. إن شاء الله تكون الوصفة سهلة وبسيطة. تنجمو تشربوها مع قهوة مع جو بالصباح تحريشة مع كويس تاي في العشوية. عليا بلايك وشير وسبسكرايب وإلى اللقاء في فيديو آخر.